اليوم بدعوة من جمعية السلام مدينة أيديه والإخوان الأعضاء في هذه الجمعية وبعض المتطوعين، جيت بمعية السيد القنصل العام كذلك في مدينة ديمبوس، جينا باش نحضروا هذه التظاهرة، واحد التظاهرة اللي عندها واحد الحمولة قوية نظرا لأنها تتهدف إلى تكريم ورد الجميل لبعض الإخوان من الجيل الأول من المغاربة اللي جاءوا لهذه البلاد. فطبعا بحال هذه المبادرات الطيبة مفروض تعرفها جميع مدن هولندا، احنا كسفارة وكقنصليات العام اللي فات درنا هذا الشيء واستحسنوه طبعا المغاربة في هذه البلاد، وإن شاء الله بغينا نطوره أكثر. هذه الجمعية سمعت ربما بما قمنا به، فهي أخذت مبادرة ديالها، وأنا يعني جد مسرور باش نحضر شخصيا اليوم باش ندعم مثل هذه المبادرات، لأن هي حقيقة قليل ما يمكن نقوم به لرد الجميل ولهذا الجيل الأول والتعبير عن تقديرنا واحترامنا ولهاد الناس اللي جاو متشبثين بالغيرة على الوطن، يعني متميزين بأخلاق عالية، متميزين بالعمل بالجد بالاستقامة، وهذا السلوك هذا فرضوا بفضله فرضوا الاحترام والتقدير ديال لهذا المجتمع الهولندي. وتعبيرا على هذا الاحترام وهذا التقدير، حضر معنا السيد عمدة مدينة أيدي، نائبة العمدة، وكذلك عمدة يعني سابق في مدينة أمستردام اللي كان قرب كثير من الجالية المغربية، السيد كوهين، وكذلك هولنديين أصدقاء للجالية المغربية في هذه المدينة، حيث أن الجالية حقيقة كتحلى بواحد السلوك طيب، وكذلك هذه كانت فرصة باش نعبر دائما على الرسالة اللي مفروض تكون يعني تسود بين أعضاء الجالية، هو التضامن والتآزر والتآخي والعمل بجد لما فيه مصلحة ومنفعة وخير بلادهم وأبناء بلادهم وبنات بلادهم طبعا، وطبعا هذا المجتمع اللي كيعيشوا فيه، اللي يوفر لهم فرص العيش الكريم، فرص كثيرة. وكنظن أن بفضل هاد المبادرات تحس الجيل الأول أنه ما تنساش أنه داك الشيء، داك الخدمات الجليلة اللي قام بها اللي قدمها، وما كانش في واحد الوقت طبعا يعني وكان لا يريد جزاء ولا شكورا، كان تيجا وعبر عبر واحد السلوك راقي، عبر على يعني كان طبعا تيقدم صورة ديال المغرب والمغاربة. فللجيل اللي من بعد خاصة الثالث والرابع تنحاول نقدموا هاد الناس كقدوة وكنموذج للجالية المغربية باش يعني ياخذوا ولو القليل منهم، وخاصة هاد الوقت حنا تنمروا بأوقات عصيبة، أوقات فيها تتكاثر الصور النمطية وكتكاثر الصور المغلوطة على المغاربة ديالنا اللي عايشين في المهجر وهولندا طبعا. وإذا هناك مجهود مطلوب، مجهود وتعبئة شاملة بالمعقول باحترام القانون باحترام قواعد اللعبة في هذا المجتمع باش نغيروا هذه الصورة يعني المغلوطة غير الصحيحة اللي ملتصقة يعني بالشباب المغربي بالمغاربة بصفة عامة. ولكن طبعا الاحترام كما قلت والتقدير هذا الشيء ما كنشريوش من الحانوت، هذا الشيء يكتسب ويجب الواحد يعمل ويعني ويشتغل دائما بصفة يعني مستمرة باش يكسب واحد الاحترام واحد التقدير. والحمد لله يعني بصفة عامة هذه الرسالة هذه كتلقى واحد أذن صاغية، لأن
التشبث بالأخلاق وبالسلوك الطيب والراقي، هذا طبعا لمصلحة الجالية المغربية هنا باش تعيش في أمن وأمان وسلم وسلام وفي احترام ديال احترام متبادل مع مكونات المجتمع الهولندي اللي كيعيشوا فيه. وأظن الهولنديين سواء يعني من المجتمع المدني اللي حاضرين أو من البلدية إلى آخره قالوا نفس الكلام. فإحنا يعني الطرفان أظن يلتقيان في كلام رزين معقول فيه يعني حكمة، وكنتمنى أن يجب دائما، وأنا يعني ماذا هذا ما أقوم به، إبراز هذه الجوانب لإقناع الجالية المغربية أن تغيير هذه الصورة النمطية خصها واحد العمل جماعي، واحد العمل مستمر، واحد العمل مبني على المعقول، على الاستقامة، على الجد، على يعني المبادئ اللي كتضمن لك واحد المكانة خاصة في المجتمع الهولندي. و يعني نتمنى ان هاد يعني غتكون عندي فرصه نحضر مبادرات اخرى مثل هاد المبادرات هذه، باش يعني نطلبوا يعني دائما الله يساعدنا باش يقتنعوا الشباب ديالنا والاخوه المغاربه بصفه عامه بهاد الكلام. ويعني ربي كيجيب التيسير، لان كما قلت هادشي في مصلحه الجميع، وعندما تكون الحاجه في مصلحه الجميع الواحد لا يتوانى بالمضي قدما لتحقيق على الارض وبطريقه ملموسه هاد الاهداف هذه. وشكرا جزيلا على يعني مرافقتنا في هاد التظاهره الطيبه، ونتمنى نلتقي بأميغو 24 في إن شاء الله تظاهرات أخرى. شكرا. شكرا سعادة السفير، شكرا بزاف.